شهدت قرية المنير بمحافظة الشرقية حادثة خطف طفلة صغيرة من قبل الجيران وتظاهروا بالبحث مع أهلها. وعن تفاصيل الحادثة، طلبت ابنة الجيران اللي عندها 11 سنة من أهل الطفلة كنزي أخذها لشراء أغراض. وافقت أم كنزي على طلبها، وبعد شوية رجعت البنت من غير كنزي وكان على إيدها دم، وقالت لأم الطفلة إنها اتخطفت من سيدة منقبة وراجل لابس نظارة سودة على دراجة بخارية. الأم اتصدمت من كلامها وبلغت جوزها وراحت القسم وعملت محضر باختطاف بنتها. بعد شوية الأم جالها تليفون وهددوها بقتل بنتها لو بلغت الشرطة، وطلبوا منها دفع فدية 1,000,000 جنيه. فرغت المباحث الكاميرات وتتبعوا خط الهاتف اللي كلموا الأم منه، وبعد سماع أقوال الجيران والطفلة اللي كانت مع كنزي تغيرت أقوال الطفلة واضطرت للاعتراف بتسليم الطفلة كنزي لوالدتها اللي طلبت منها كده. وبعد التحقيقات اعترفت الجارة على فعلتها بمساعدة شقيقها، وتمكنت السلطات من ضبط شقيق المتهمة وإحضار الطفلة كنزي.